صافي عادي الاطرسي رئيس جمعيه الشباب السويسي. حنا كمجتمع مدني والسكان ديال السويسي خرجنا اليوم باش نقولوا شكرا جزيلا لصاحب الجلاله عز الله على الانجاز التاريخي اللي حققناه ملكا وشعبا باش تعترف بين الولايات المتحده الامريكيه وتعترف كذلك بالصحراء المغربيه. وكذلك الاداره الامريكيه اتخذت قرارا تاريخيا من اجل فتح القنصليه العامه بتراب الصحراء بالداخله. وبهذه المناسبه خرجنا احنا كساكنه باش نعبروا على الاعتزاز والافتخار اللي حقنا جميعا. وبهذه المناسبه واسم ساكنه ديال السويسي كنقول لصاحب الجلاله شكرا جزيلا على هذا النصر الدبلوماسي التاريخي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر جميع الهيئات سواء المجتمع المدني أو الهيئات المهنية أو الهيئات الحرفية لمشاركتهم في هذا العرس، هذا العرس الذي اتحد فيه وتضامن فيه المغاربة من أجل قضيتهم الوطنية، قضية الصحراء المغربية. هذا العرس الذي شارك فيه أزيد من 20,000 مواطن مغربي، شبابا وشيابا، رجالا ونساء، فالكل كان حاضر اليوم، الكل كان حاضر باش يقول ان الصحراء مغربيه واننا وراء صاحب الجلاله نصره الله في. وكما قال صاحب الجلاله المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، كما ان الكل جاء ليتمن ويشكر الرئيس الامريكي على التصريح ديالو بان القضيه ان الصحراء صحراء مغربيه، وبإعطاء أوامره لجميع الولايات الأمريكية باش يردوا الخريطة كيف كانت خريطة المغرب. وهنا درسا، والشعب المغربي اليوم أعطى درسا قاسيا لأعداء القضية الوطنية. كما أننا من خلال هذا التصريح نطلب من إخواننا المحتجزين في مخيمات العار بأن يلتحقوا بالمغرب بلدهم الأم، وأجدد شكري لصاحب الجلالة نصره الله على تبصره وحكمته في تسيير وإعطاء أوامره، وشكرا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا معكم رئيس جمعية فضاء الودايا. نحن جد مسرورين بهذه الوقفة هذه، وجمعية الودايا وسكان الودايا كلهم مجندون وراء القضية الصحراوية ديالنا وراء صاحب الجلالة. وهذا يوم سعيد ويوم لا مثيل له. الحمد لله، قالت ما ضاع حق من ورائه طالب، يعني الصحراء رجعت للمغرب والمغرب في صحرائه. ونحن حامدين الله على هذا اليوم وشاكرين، ونحن نتمنى لسيدنا الصحة والعافية والمزيد من التألق، ما شاء الله عليه، الله يشافيه ويعافيه ويخليه لنا ويخليه لهذه البلاد. على أي كما قلت لكم بأن هذه الجمعية ولا سكان الأودايا كلهم مجندون ومجندون لهذه القضية اللي هي قضية مصيرية وقضية مغربية، ونحن لا نتخلى. وهذا معروف على حينا اللي هي قصبة الودايا، معروف عليها النضال من زمان، والودايا كتفتخر وعندها الغيرة على بلادها وغيرة على الصحراء ديالها وغيرة على جميع المواطنين المغربية. وسيدنا الله ينصر فوق راسنا وفوق راس العالم المغربي، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الفنان جواد الشعبية من ديال الهولندية. بهذه المناسبة هذه جيت باش نهنئ الصحراء المغربية وتبقى مغربية، وعاش الملك عاش الملك. هذه من جالية المغربية اللي مقيمة في هولندا، جيت باش نقول الصحراء مغربية وتبقى إن شاء الله مغربية، عاش الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. بوردة العربي، المجتمع المدني، مدينة الرباط. اليوم حنا جينا نشاركوا في هذا الفرح الكبير ديال هذا الإنجاز التاريخي، متسلحا بحكمة وحنكة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا الإنجاز الذي هو اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء من وسيادته على أرضه من طنجة إلى القويرة. كذلك جئنا لنقول للشعب الفلسطيني أن قضية الشعب الفلسطيني هي قضية المغاربة كلهم من طنجة إلى القويرة، شعبا وملكا
وعاش الملك. اليوم كاينه واحد المسيره اللي هي سلميه بخصوص الصحراء المغربيه، جينا ناكدوا على الصحراء انها مغربيه، وفي ظل الاعتراف ديال الولايات المتحده الامريكيه، الاعتراف اللي هو كان ناقص المملكه المغربيه، جاء في الوقت المناسب. اليوم تنحتفلوا بان الصحراء مغربيه، وحنا مستعدين هاد الصحراء نفديوها بدمنا بروحنا باي حاجه، لا هي لا الملك ديالنا. حنا يكفينا انهم يحطونا على الحدود ديال الكركلاش، وهذا يكفي اننا نجيبوا الصحراء وما هي فوق الصحراء المغربيه. السلام عليكم، يا بصفتي بطل العالم ولكم الاحتراف، بصفتي فاعل جمعوي بهذه المناسبه. حنا كنتواجدوا هنا في الرباط، وفرحانين الحمد لله بهذا القرار، وبالاخص بالقرار ديال الولايات المتحده الامريكيه، وقال هو قرار مشروع، وحنا جد فرحانين، وتنشكروا جلاله الملك محمد السادس نصره الله، وشكرا للجميع. هذا الفرحه الوطنيه اللي كتعمر جميع ربوع المملكه، وكنقول واحد الكلمه بان الصحراء المغربيه شاء من شاء وكره من كره، رغم ان جميع الفعاليات الجمعويه بالحضور ديالها كتمثل واحد التمثيل هنايا وطني، وروح ديال الوطنيه من وراء صاحب الجلاله. ورغم ان المعاناه الطويله في الصحراء من جار السوء، ان كنقولوا لهم بان الصحراء المغربيه شاء من شاء وكره من كره. السلام عليكم، اليوم خرجنا تنحتفلوا وتنعتزوا بالملك ديالنا، وتنحتفلوا بالبلاد ديالنا. هذا الانجاز التاريخي اللي غيتسجل التاريخ، ان امريكا اعترفت بالصحراء المغربيه، وهادشي علاش هابطين تنحتفلوا بالحدث. والله ينصر سيدنا ملك الدبلوماسيه، والله يحفظوا لينا، وحنا جسد واحد مع صاحب الجلاله الملك محمد السادس. الصحراء المغربيه صحراء مغربيه، وما غنمتازلو حتى من حفنا من الصحراء. اذا على اثر هذا المنعطف التاريخي الذي شهدته بلادنا بالاعتراف على السياده، بالاعتراف الامريكي او بالقرار الامريكي على السياده المغربيه للصحراء المغربيه، جئنا اليوم قاطبين الى ساحه محمد الخامس او ساحه البريد قباله البرلمان، لنؤكد دعمنا للقرار الذي اتخذه الرئيس الامريكي ترامب. ومن هنا نود أن نقول لإخواننا المعرر بهم على أن يلتحقوا بالأراضي الوطنية، لأن الوطن غفور رحيم كما قال صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيبه الله. وما نرى اليوم ما هو إلا قاطرة للتنمية التي تلعب بها الأقاليم الجنوبية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه. بسم الله وعلى بركة الله، ها نحن في هذا اليوم السعيد، فرحة المغرب جميعا، فرحة الوطن الحر، فرحة المناضلون الأحرار. نحبك يا جلالة الملك حبا جما، كلا ثم كلا سوف لا تعلم، علم اليقين أننا لازلنا وراءك يا قائد الأعلى في السراء وفي الضراء، وجنود ومجندين لأوفياء لعهد ربنا وعهدك يا جلالة الملك وعهد الوطن. سنبقى أوفياء لك دائما في السراء وفي الضراء. ها نحن اليوم بابتهاج قضية الصحراء صحراء مغربية من أول زمان، الذين بايعوا للمولى الحسن الأول إلى يومنا هذا، إلى محرر البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله. اللهم كن له في صحته وجيدته وسياسته لوطنه، ونحن معك يا جلالة الملك نطلب لك الصحة الجيدة والهناء الدائم لهذا الوطن العزيز. وسنبقى مغاربة دائما وصحراويين نحن القاطنا بمدينة الرباط، بمدينة الرباط منذ 250 سنة وحنا بمدينة الرباط، ولكن صحراوة ومغاربة وبيعوا جدودنا، وغنبقاو للبيعة الملكية، للبيعة الوطنية، للبيعة الإسلامية، لبيعة الله والوطن والملك. سنبقى أوفياء لك حبا لك. اللهم احفظه واحفظ جميع القوات المسلحة الملكية وقواتنا المساعدة والدرك الملكي والأمن الرابع للصحافة ورجال المطافي والصحة وكل المؤسسات. سنبقى لها
اوفياء محررين لهذا الوطن العزيز. الف عمر سيدي، حنا معاك سيدي، الله يطولنا عمرك، حنا معاك، حنا صحاب الرباط، حنا رئيس الجمعيه الرياضه قدال، حنا معاك، حنا جينا واخا هادكو فين هو، حنا جينا سيدي، الله يبارك في عمر سيدي، اسيدي بايع، اسيدي بايع، اسيدي بايع مولاي السلطان، الملك ملكنا، الملك ملكنا، والمغرب مغربنا، نحن جنود مجندين وراء صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، والصحراء مغربية وستبقى مغربية، وشكرا وعاش الملك. احنا اليوم جينا حركتنا المغربية ديالتنا، جينا نساندوا القرار ديال الملك ديالنا محمد السادس نصره الله على القرار السليم ديالو ديال انه السياسة الخارجية ديالو اللي كتضم الصحراء الأقاليم الجنوبية المغرب الحبيب ديالنا، وحنا سعيدين بهذا القرار ديال الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعترف بمغربية الصحراء.